السلام عليكم، حياكم في فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله. اذا مازال مشترك في القناه اشترك في القناه باش يوصلك كل جديد وحصري على القناه ان شاء الله. موضوع اليوم هو تطورات صناعه الافلام الاباحيه. تطورت صناعة الأفلام الإباحية من ظهرت أول مرة في السبعينات، وهي في الانتشار بواحد السرعة اللي كبيرة بزاف، من ناحية الشركات اللي كينتجو ولا من ناحية المشاهد اللي كيستهلكها. نقدر نقول لك أن هذه الصناعة واحدة من أنجح وأكبر الاستثمارات في العالم، والأرباح اللي كيجنيو منها تقدر بملايير الدولارات. قبل ما نهضروا على التأثيرات والسلبيات للمشاهدة ديالها، نقربكم شوية من الأرقام. 4 مليار مشاهدة في كل ساعة على مستوى العالم، أو بطريقة أخرى عدد زوار ديال هذا المحتوى كيفوق عدد زوار تويتر ونتفليكس وأمازون مجموعين، وأكثر من 25 مليون موقع متخصص في الصناعة. مجموع الأرباح اللي كيدخلوا هذه المواقع من واحد الإحصائية دارت في 2014 هو 14 مليار تاع الدولار، وباكستان محتلة المرتبة الأولى الناس اللي كيقلبوا في جوجل على هذا المحتوى الإباحي. الأمريكان فقط في كل 39 دقيقة كيتم صناعة فيلم إباحي جديد للأسف الشديد. صراحة هذه الأرقام كتخلع بزاف، وكتبين تأثير ديال هذه الصناعة على المشاهد في العالم، واللي أغلبية ديالهم ما كيكونوش عارفين أن داك الشيء كيشوفوا ماشي حقيقي. سيدي ماشي حقيقي، حيت باش يجبدوك أنت كمشاهد كيصوروا لك داك المشهد الجنسي بواحد الطريقه طبيعيه، يعني كيوهموك بواحد الجنس خيالي ما كاينش، هو ما كاينش في حياتنا اصلا، ما كاينش في حياتنا الطبيعيه. اي كيوهموك بواحد السلوكيات حاده، لا من ناحيه الجنس الشرجي او من ناحيه الجنس الجماعي او تبادل الزوجات او اغتصاب او الساديه، وبزاف ديال السيناريوهات اخرى اللي مقاده بواحد العنايه اللي كبيرة، وكلها كتلعب على واحد الدور كارثي في الوعي الجنسي عندك انت كمراهق او شاب او اي واحد كيجئ لهذه الاباحيات بسبب الحرمان، اما العاطفي او الملل في العلاقات الزوجية والانطوائية والكبت والانسياخ في الرغبات الجنسية. اما ترتيب الدول 10 الاوائل من حيث نسبة مشاهدة المواقع الاباحية على مستوى العالم كالآتي: العرب يسيطرون على معظم مراكز 10 الأولى، بل تسيطر الدول الإسلامية على 6 من المراكز 10 الأولى، ومنها دول تعتبر بين قوسين متحفظة وتطبق الشريعة الإسلامية في الحكم كالسعودية وإيران، أما مصر فكان مركز أوروبا مفاجئ للكثيرين. وفيما تصدرت دول باكستان الترتيب كأكثر دولة تشاهد الأفلام الإباحية، حلت مصر في المركز الثاني خلفها مباشرة، لتتفوق مصر على كل دول العالم بنسبة مشاهدة المواقع الإباحية بعد باكستان. ترتيب 10 الأوائل من حيث نسبة مشاهدة المواقع الإباحية على مستوى العالم فهي كالآتي إخواني: باكستان تحل في المرتبة الأولى، ومصر هي المرتبة الثانية، أما فيتنام فهي في المرتبة الثالثة، وإيران المرتبة الرابعة، أما المغرب للأسف في المرتبة الخامسة، والهند في المرتبة السادسة، أما المملكة العربية السعودية ففي المرتبة السابعة، أما تركيا في المرتبة الثامنة، أما تاسعا فهي الفلبين، وعاشرا بولندا. It robs them of the chance to be the kind of men they know they can be. It robs their family, their community and their country of all that they could have offered.